دابا القران لما كيتكلمنا كيتكلم في الوقت ديال نزول الايه، ومعناه ان هذا الحكم غادي يبقى مع هذوك اللي نزل فيهم الايه فقط. ولهذا يقول العلماء العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عموم اللفظ ومعناه ان اللفظ يعم من الوقت اللي نزل الى الان والى قيام الساعه. علاش؟ لانه لا كتابه بعد هذا الكتاب. انا ما زدت حتى حاجه، ما عندي حتى حاجه، ما قلت حتى حاجه من عندي. تفسير كتاب الله هو هذا، ولست مقحما فيه اي شيء، انما ما عادي معه بالحرف. نعاود باش ترسخ الايه في الذهن، معناه فنان في الوعظ، نصيب ديال العلم ونصيب ديال التقوى ونصيب ديال اللغه ونصيب ديال اختيار الاساليب المناسبه ونصيب ديال احكام صياغه الوعظ، احكام صياغه اساليب الوعظ. الوعظ الوعظ ماشي سهل، ما نقدوش عليه، تقدوش عليه، تنحاولوا. واش انا دابا الان الداعي انا كنفسر القران كنحاول.